نتجه إلى المتسابق الخامس، وهو المتسابق إبراهيم سالم العمودي من اليمن، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم إبراهيم سالم عبد الله العمودي من اليمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كان هذا المتسابق إبراهيم سالم العمودي من اليمن. كلمتكم شيخنا الإبراهيم. بارك الله فيك أخي إبراهيم، واضح أنك دارس وأنك تدربت. في ثلاث مسائل بدي أقول لك عليهم. المسألة الأولى، الجيم أفلتت منك واحدة بكلمة جزاء، جا دائما نقول الجيم شديدة يا إخواننا يا أحبابنا، الجيم شديدة، جزاء جا جزا هذا المخرج صحيح، لكن الصفة مو صحيحة اللي هي الشدة. ما معنى الشدة؟ انحباس الصوت. جا جزاء من جزا، ولا تقول جا، انتبهت؟ الأمر الثاني بيتعلق بإتمام الحركات. إتمام الحركات عندك من ربك، مي أتيت بالكسرة ناقصة، قلت من ربك، لازم مي من ربك والضمة الناقصة يا ليتني كنت ترابا، كو مو كو، كو يا ليتني كنت ترابا كنت، تبعت هذا إتمام الحركات. بقي واحدة عم تضغط زيادة على حرف الهاء، ليش قلت وما بينهما الرحمن؟ ليه؟ وما بينهما الرحمن عادي، بينهما فلا تضغط. كذلك فعلت في له الرحمن، أيضا ضغط على الهاء ضغطا زائدا لا معنى له وبيخرب الصوت، تبه؟ فأعطي الهاء حقها من غير مبالغة. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخنا الكريم. شكرا لك أخي إبراهيم سالم العمودي من اليمن.